صبي من النجف يسألني سؤال آخر، يقول سؤال للأخ أو الأخت شمس الأصيل والشيخ الكاتب: هل هناك من أثر يتركه الاعتقاد بالمهدوية في صميم التدين للمسلم فيما لو آمن بها أو لم يؤمن؟ ما شو راح يأثر على الدين سواء آمننا بهالشيء ولا ما نؤمن؟ وين محل هذا من الإعراب؟ في الحقيقة قبل ما نجيب عن هذا السؤال، أنا أريد أفكك السؤال إلى سؤالين. يعني موضوع أدنى، موضوع الإمام وحصر الإمامة في هذا الإمام المعصوم المعين من قبل الله، وعدم جواز إقامة أي حكم وأي دولة وأي سياسة إلا بقيادة الإمام المعصوم. هذه مسألة اللي هي من بحث الإمامة. والمسألة الثانية هي المهدوية، أن هذا هو المهدي أو مو المهدي. يعني هذه مسألة أخرى، مسألتين منفصلتان، مسألتان منفصلتان، ولم يمتزج مع بعض إلا بعد عشرات السنين أو مئات السنين. في البداية كان الحديث أنه من هو الإمام بعد الحسن العسكري، إذا كنا نؤمن بنظرية الإمامة الإلهية وأن الله يجب أن يعين أئمة، أن فأين هو الإمام؟ والإمام العسكري غاب وما عنده أولاد، توفى يعني وما عنده أولاد، فافترضوا وجود ولد له، ثم قالوا أنه هو المهدي. بعدين فسنجي على شنو الأثر، سواء قلنا طبعا ما راح يأثر بالدين، الدين هو التوحيد والله والإيمان بالنبي والأنبياء والإيمان بالآخرة، هاي ثلاث أسس رئيسية للدين، وهناك فروع: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كذا، هذه أمور تابعة فرعية. فالمهدي ليست يعني ليس من أصول الدين ولا من فروع الدين حتى، مسألة يعني سياسية، مسألة سياسية أو فكرية البعض دخلها بالدين وسوالها أحاديث وسوالها كذا وجعلها جزء من الدين، والمؤمن بالمهدي يعني يصير كافر، أو من أنكر واحدا منا فقد أنكرنا جميعا، هذه أشياء مختلقة. بعدين هي لا الإيمان بالمهدي يعني شرط من شروط الدين، ولا عدم الإيمان راح يضر بالدين، الدين حطوه على صفحة، إنما نتحدث عن هاي الفكرة. هاي الفكرة هي فكرة سياسية كانت عند الشيعة الإمامية، يعتقدون أن الإمامة أيضا مسألة دينية، وأن هذا الغائب المفترض هي أيضا مسألة دينية، وسووا لها أحاديث وسووا لها روايات وقصص وكذا دخلوها بالدين، وإلا هي مو من الدين. فالآن ما هو الضرر إذا احنا آمنا بهذا الإنسان، بوجود هذا الإنسان؟ هناك ثلاثة أربعة أمور يعني آثار سلبية على مسألة الإيمان بوجود هذا الإنسان المفترض الوهمي طبعا. فأقول له: نعم يا أخ حيدر صبي، نعم هناك ثلاثة آثار أو أربعة آثار سلبية تركها الإيمان بولادة ووجود ابن للإمام العسكري. شوفوا أنا ما أتحدث عن موضوع المهدي، أتحدث عن وجود إنسان ولد للحسن العسكري. الأول هو وقوع الشيعة في الغيبة، مو الإمام غاب، الشيعة غابوا ألف سنة. الغيبة عن الحياة السياسية وتحريم العمل السياسي وإقامة الدولة خلال ألف عام من اعتناق هذه النظرية، وذلك لاشتراط المتكلمين والفقهاء العصمة والنص والسلالة العلوية في الإمام، أي في الرئيس. يعني إحنا ما يمكن نسوي ثورة ولا حكومة ولا دولة إلا يجينا هذا الإمام المثالي المعصوم المعين من قبل الله. هذا ظلنا يعني إحنا عايشين منعزلين على هامش الحياة وغايبين عن مسرح السياسة، لأنه نؤمن بفد واحد ما أجى، صارنا ألف سنة، 1200 سنة ننتظر وما أجى. فهذا الأثر الأول اللي دمر الشيعة عبر التاريخ. الأثر السلبي الثاني: القول بنيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي الغائب. هاي فرضية أخرى افترضوها بعض العلماء وطوروها عبر مئات السنين إلى أن وصلوا أن هذا المرجع نائب الإمام، صار عنده حالة قدسية، صار عنده حالة يعني هذا حكم شرعي، يكون حاكم الشرع، يعني هذا هو يتكلم باسم الشرع.
نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي المفترضة العامة ووصولا إلى قولهم بولاية الفقيه أنه هو اللي حق الحكم الفقيه، وبالرغم من إيجابية هذا القول نسبيا، هذا القول الذي حررهم من حالة الانتظار السلبي للإمام المهدي المنتظر، إلا أنه كان ينطوي على خطر كبير يتمثل في إقامة الدكتاتورية الدينية واحتكار الشرعية الدينية في المراجع والفقهاء، وهذا شيء لم ينزل به الله من سلطان. هذا في الشيء الناس مخترعيه، الفقيه المرجع ما له سلطة دينية على الناس ولا تجب طاعته، إنما نستشيره في بعض المسائل فقط، فما عنده ولاية من الله وهو مفروض من الله مثل الإمام صار. البعض الناس يعتقدون هكذا، أنه أنا إذا قلت لك امشي امشي، قلت لك أوقف أوقف، قلت لك قوم قوم، أقعد أقعد، كما يقول سيد محمد الصدر رحمة الله عليه، لازم تسمعون كلام المرجعية. من هي المرجعية؟ المرجعية مو من الله، ناس إنسان عادي أنت. فهذا يولد دكتاتورية دينية، هذه الدكتاتورية من يعني من ناحية ثانية أيضا من الأخطار السلبية التي نتجت عن الإيمان بوجود هذا الشخص اللي هو محمد بن حسن العسكري. الأثر السلبي الثالث تجميد الدين، تجميد القضايا الحيوية في الدين، الثورة، الجهاد، المعروف، نهي المنكر، الحدود، الخمس، الزكاة، كل الأشياء كانت مجمدة. الآن شوية صار فيها حلوها العلماء، صار يفتون بالجواز، بس سابقاً ألف سنة راجعوا صلاة الجمعة، حتى الآن سيد السستان وغيره يفتون لا مو واجب صلاة الجمعة، كيفك تصلي يعني مخير أنت، ليش؟ ما عنده دليل، هو مقلد الآخرين. لأنه فتجميد الدين انتظارا لخروج الإمام الغائب اللي هو أصلا ما هو مولود حتى يغيب، فهذه فرضية وهمية. الأثر السلبي الرابع العلاقة بين الشيعة وبين بقية المسلمين، أن احنا صرنا بهذه العقيدة نعتقد أن هذا هو الدين، وصرنا شيعة وصرنا اثنى عشرية وصرنا إمامية، وبالتالي اختلفنا عن بقية المسلمين، وقامت تحدث وصارت قصص، بعدين تولدت قصص كثيرة على هامش هاي النظريات، قصص وأساطير وطقوس وكذا، صار عندنا يعني انعزال عن بقية المسلمين. إذا ما نقول توتر وشد وجذب وكذا، وإحنا طائفة وأنتوا طائفة، ولا شنو الفرق بين الشيعة وبين السنة؟ ماكو شيء يعني بالدين، ما عندنا خلاف على الدين. وبعض الشيعة نتيجة لهذه النظريات أن المهدي يدير العالم والرزق والحياة والموت وكذا بإيده، هذا طبعا كفر يصير، وصل إلى البعض وصل إلى هاي الدرجات العليا من الكفر والشرك بالله تعالى.